شيخ بارك الله فيكم. عندنا هناك في البلاد الشيخ بعض إخواننا دعاء لله عز وجل رأوا من المصلحة أنهم يتفقون مع الصوفية شيخ في عدم الكلام في أو في المحاضرات وفي الخطب، عدم الكلام في الاستواء مثلا والاستغاثة وغيره من العبادات، واستدلوا شيخ باتفاق النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، فهل الاستدلال صحيح شيخ؟ هذا وما توجيهكم شيخ؟ لا، هذا الاستدلال غير صحيح، لأن هذا الذي تذكر هو قوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. المداهنة في الدين لا تجوز، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما وادع اليهود أن لا يعتدي أحد على أحد، لا على أن يرضى بدينهم أبدا، ولا يمكن يرضى الرسول بدينهم أبدا. وهذا الذي تذكر يعني الرضا بما هم عليه من الباطل، فالمصالح على هذا الوجه هي مداهنة في الواقع، والمداهنة محرمة، لا يجوز لأحد أن يداهن أحدا بدين الله، بل يجب بيان الحق مهما كان. لكن من الممكن إذا رأوا مثلا من المصلحة أن لا يبدأوا بالإنكار قبل كل شيء، وأن يبدأوا أولا بالشرح الصحيح، مثل إذا تكلم عن الاستواء كما قلت يشرح من الاستواء ويبين حقيقته دون أن يقول ويوجد أناس يفسرونه بكذا، إلا بعد أن يتوطن الناس ويعرفوا الحق ويسهل عليهم الانتقال من الباطل إلى الحق. نعم.